اليوم احنا بشارع المصلحة حي الحسين، يم اسواق تين وزيتون. انطب جوا شوف شنو عندهم. هاي الاسواق بها ثلاث شغلات مميزة، تابعوا الفيديو وتعرفون شنو الشيء المميز اللي عندهم. عندهم جميع الزيوت الطبيعية مثل زيت السمسم وزيت الزيتون، وعندهم زيت جوز الهند، وعندهم عسل طبيعي مثل ما تشوفون. وهنا عندهم فرن حراري، طبعا تاخذون صمون حار ومعجنات حارة. طبعا هاي التوست شير حارة كلش طيبة. هذا القسم مختص باللحوم والكبب الجاهزة. ابو حيدر راح يشرح لكم. حيدر من سوريا. هذا كل انتاج تين وزيتون. ابو حيدر شنو هذا الانتاج؟ هذا انتاج محلي درجة اولى بالنسبة للحوم العراقية الموجودة، سواء كان الدجاج او اللحم بشكل عام، او عندنا اللحم البعير كمان وباقي لحم البعير. عندنا كباب لحم البعير، عندنا كباب لحم العجين، عندنا دجاج كباب دجاج، عندنا البرجر دجاج، برجر لحم العجين. ما شاء الله جميع الانتاجات. طبعا اذا طبيتوا هنا ما تتعبون، لان عندهم قصابة عراقية 100%، واهم شيء الباكر عراقي. اخذنا افخاذ دجاج منهم واخذنا كبدة. هذا الكونفورت احسن معطر للسوادات. احلى شيء تلقون عندهم اشياء العرب، يعني الهن الحر الاصلي وبيض العرب موجود عندهم. هذا اللي شلون تعبنا وصرفنا طاقة، نشرب ريد بول ونرجع طاقتنا. حبايب قلبي، اذا حابيني اصور لكم اكثر واكثر اكسب لور ومتابعة تعليق حلو حتى استمر التصوير. تحياتي للجميع.